السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناة لغوصات دو صفيا. اليوم إن شاء الله رايحة ندير معاكم بريوش سهل وخفيف بمقادير موجودة في كل بيت. عندي كاس نص حليب ونص ماء ويكونوا دافيين، زيد عليهم نص كاس تاع السكر. لازم يكونوا عندنا نفس العبار في الزيت وفي السكر وفي الحليب وفي الماء كما راكم تشوفوا. عندي لهنايا مغرف تاع خماره ونخلطوا الكل مليح حتى يذوب هذيك الخماره. بعد ما خلطت مليح نضيف عليهم حبه تاع بيض، نفس الوقت نخلط الكل بالفوي. راني ربيت القارص، واللي ما عندهاش القارص تنجم دير الجين البرتقال، راهو يعطي نكهه مليحه. ونزيد نضيف نص الكاس تاع الزيت، الكاس اللي نعبرو به يكون نفس العبار تاع المقادير. بعد ما مزج الكل مع بعض دوك نبدا نضيف الفرينه بشويه حتى لين تحصلوا على عجينه طريه. الفرينه ما نقدرش نعطيكم العبار، عينكم هي ميزانكم، المهم تتحصلوا على عجينه تكون طريه. بعد ما لميتها نخلي العجينة تاعنا تريح حوالي ساعة. شوفوا بعد ساعة خمرت مليح، دروك نحطها فوق بلون ترافاي ونديرها على شكل حربوش ونقسمها إلى عدة أقسام. بعد ما قطعتهم شكلتهم على شكل كرة ونحطهم في السنيوة. لهنا جبت مقص وبديت نشكل فيهم من الفوق ونخليهم يزيدوا يخمروا. بعد ما خمروا جبت صفار البيض وخلطته مع شويه تاع قهوه ولا نسكافيه وبديت نطلي فيهم من الفوق، وراني شعلت الفوق تاعي، كل وحده والفوق تاعها تعرفوا. بعد ما طليتهم كامل بالبيض راني دروك ندير في السكر من الفوق كما راكم تشوفوا.
هذا هو الشكل النهائي اللي تحصلت عليه، ان شاء الله تجربوه ماشي في الندامه. اكيد اذا عجبكم الفيديو نيزيتي با بارطاجي افيك فو زامي للاستفاده، ونشكركم بزاف على متابعه الفيديو الى الاخر. نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.